مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا من جديد. الفيديو الاخير اللي شفناه فيديو دعائي اطلقته وزاره السياحه والاثار النهارده عن قرب افتتاح طريق الكباش، وشفتوا حضراتكم منورين المتحف المفتوح يكاد يكون منور مدينه باكملها. النهارده بيسعدني جدا يكون ضيف الفقره الحواريه هو الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والاحصاء والتشريع. مساء الخير يا دكتور وليد. اهلا، مساء النور بحضرتك ومساء النور بكل مشاهدي مسات. دكتور وليد، ازمه عالميه توقعت حضرتك ان هي تكون اقوى من اخر ازمه شهدتها الكره الارضيه في 2008. عايزين نتكلم اكتر عن ده، وعايزين كمان برضو نحط في اعتبارنا زي ما يعني الحلقة كلها النهاردة في الأول قلنا نرحم بعض اللي هو ما عندوش لا فلوس شحن ولا وقود ولا دولار ولا بتاع ما يغليش على الناس. وكان معانا في نص الأخبار دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرائع الحقيقة، علشان كنا بنشكره على المبادرة بتاعت الرغيف الفينو اللي بتخفف من على أولياء الأمور من جنيه نزلوا لـ40 قرش بمبادرة جميلة من المحافظة في المخابز السياحية اللي تابعة لي. صحيح. يعني بداية حجم الأزمة وبتتوقع أن هي تستمر مدة قد إيه؟ يعني بداية خلينا أتصور أن الأزمة هتكون خلال 2022 في ذروتها، لكن تستمر قد إيه وحجمها قد إيه ده يتوقف على إجراءات العلاج. إذا تم التعامل مع ما يحدث حاليا من موجة تضخمية، أنا مش عايز أسميها أزمة، خلينا نضعها في أننا لازلنا تحت مسمى موجة تضخمية. هذه الموجة التضخمية هل سيتعامل معها العالم بأسلوب احتوائي وبتعاون أنه هو يحتويها، ولا هيتجاهلها إلى أن تصل إلى مرحلة الأزمة؟ علشان نتعامل أو نعالج تلك الأزمة لازم نعرف التشخيص. التشخيص هو أنني بصدد زيادة أسعار مدخلات إنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. إذا ابتديت من البداية مع حضرتك هقول إن احنا مع بداية تداعيات كورونا في بداية 2020 انخفض الاستهلاك العالمي، ناس قعدت في بيوتها، كان الطعام والشراب فقط هو الاحتياج. بالتأكيد تراجعت معدلات الإنتاج العالمية، المصانع توقفت، ده ترتب عليه انخفاض شديد في أسعار الطاقة، البترول نزل تحت مستوى 20 دولار. والآن ونحن في مرحلة بداية التعافي بدأت عندي تظهر مشاكل. المشكلة الأولى أن المصانع بتشتغل مش قادرة تشتغل بكل طاقتها لعدة أسباب. السبب الأول هو لازالت الإجراءات الاحترازية اللي بتأيدها منعاها. السبب الثاني أن هي فوجئت أن هي لما ابتدت تشتغل وتزود طاقتها الإنتاجية أن الأسعار البترول بترتفع مع زيادة الطلب عليها، ان الدول البتروليه مش جاهزه ان هي تزود انتاجها، اما لسبب تجاري او لسبب متعلق بان الحقول لم يتم تطويرها وما هياش جاهزه. على مستوى العالم التوسعات الصناعيه في المصانع يعني تباطأت. اذا نحن امام جهاز انتاجي عالمي لا يكفي احتياجات بشر يعني متعطشين تماما للاستهلاك. الناس خارجه من كورونا محتاجه
عايزة تفسح، عايزة تغير عربياتها، تغير موبايلاتها، عايزة تأكل، عايزة تتفسح، عايزة احتياج نسبة استهلاك كبير جدا في العالم. بالتالي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. لما أضيفت أسعار الطاقة المرتفعة إلى أسعار النقل المرتفع، أصبحنا أمام ارتفاع في أسعار عناصر الإنتاج وارتفاع في أسعار النقل، ترتب عليه ارتفاع في أسعار المنتج النهائي الذي يقدم إلى الجمهور. هنتعامل إزاي مع تلك الأزمة عالميا ومحليا؟ هو ده السؤال اللي احنا بصدده الآن. طيب دكتور وليد، يعني في بعض الاتهامات للتغير المناخي وما سببه من فيضانات ومن حرائق غابات، وبالتالي طبعا الدول عايزة ترجع ترمم الحاجات دي، وكان في وعود بعودة الغابات في القمة الأخيرة كوب 26 من أيام في المدينة الأيرلندية أو الاسكتلندية. فدلوقتي يعني هل بالفعل حضرتك موافق على هذا الطرح إلى جانب الأسباب اللي حضرتك حددتها، وبالذات أزمة الطاقة في أوروبا، وكان صندوق النقد بيحذر قبل كده من ارتفاع السلع الأساسية من المواد الغذائية، وعندنا تحذير للصين أول امبارح بتحذر مواطنيها من إن هم يخزنوا الاحتياجات الأساسية لنفس الأسباب؟ الحقيقة التغير المناخي ليس السبب في تلك الأزمة، ولكنه هو يزيدها صعوبة. لأن رغبة المؤسسات الدولية والكيانات الدولية الكبرى والدول الكبرى في أن يكون التعافي أخضر أدى إلى أن احنا بنصعب عمليات التعافي على أنفسنا. نبدأ من البداية ونقول أن هناك اتفاقات بتتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، بتحاول تقلل انبعاثات الكربون في العالم. هذه الاتفاقات والإجراءات تم إهمالها إهمال شديد في فترة الرئيس ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، وانسحب من معظم الاتفاقات، والراجل ما كانش معترف بتلك القضية من أساسها. النهاردة مع ولاية جديدة لحكومة أمريكية جديدة، هي بتعيد الاعتبار لقضية مهمة جدا، وهي قضية التغير المناخي والإجراءات المطلوبة للحد من انبعاثات الكربون، والرغبة في أن يكون التعافي من تداعيات كورونا تعافي أخضر. الطاقة البديلة اللي بتساعد على التعافي الأخضر لا زالت أقل كفاءة وأكثر ارتفاعا في السعر، ومع ذلك هناك رغبة في أن يتم التحول الأخضر بسرعة، والقمة بحثت ذلك وبحثت إجراءات ذلك. الصين أيضا لا تريد أن تقدم نفسها إلى العالم باعتبارها أنها تقدم لهم بضائع رخيصة مقابل أن تقتلهم، بالتالي فهي متعاطية مع تلك الأزمة، وضعت قيود على استخدام الوقود الذي الحفوري الذي تنبعث منه ثاني أكسيد الكربون. فالمشكلة في الصين أن معظم محطات الكهرباء في الصين بتستخدم الفحم، فالفحم ارتفع سعره من جانب. الجانب الآخر أن الصين بتضع تسعيرات محددة للكهرباء التي تنتجها محطات الكهرباء، بالتالي فأصبح إنتاج الكهرباء ليس اقتصادي، المحطات تباطأت عملها. الصين بتبغي من ذلك التوسع في الطاقة البديلة، الطاقة من الرياح، الطاقة من الشمس، وهي لديها متقدمة جدا في هذا المجال، ولكن هي القضية أن احنا أمام عمالة كبيرة جدا بتعمل في قطاع الفحم. تكلفة الطاقة الجديدة مرتفعة، حجم الطاقة الجديدة غير كافي، وهو الأمر اللي أدى إلى تباطؤ في الجهاز الإنتاجي والمصانع في الصين، تباطؤ في الإنتاج، وهي الأمر اللي هي يعني شجعت مواطنينها بصورة ما، يعني هو تصريحها تم المبالغة فيما تم التصريح به باعتباره أنه هو يعني قد يكون أزمة كبيرة، ولكن هي مش أزمة كبيرة ولا حاجة. هي بتنبه المواطنين أن حاولوا تقللوا استهلاك الكهرباء، حاولوا يكون عندكم الطعام الكافي ليكم، باعتبار أن الصين أولوية ثم تذهب بعد ذلك إلى التصدير. ولكن أتصور أن ارتفاع الأسعار في السوق العالمية والتباطؤ الجهاز الإنتاجي الصيني هو فرصة للإنتاج المحلي في مصر والإنتاج المحلي في دول كثيرة من العالم أن يأخذ حجمه وأن يأخذ دوره في العملية الإنتاجية. أنا كنت لسه حالا حسأل حضرتك على أنه هل دي فرصة للاقتصادات الناشئة والواعدة اللي زي مصر
إن هي ربما في مصانع جديدة كثيرة تحتاجها، فإنشائها هيكون من منح تمول الاقتصاد الأخضر، ومش هيكون عندها أزمة إن عندها نفس الكم من الماكينات اللي هيتم تعديلها أو تغييرها فتحتاج لتكلفة كبيرة. إيه رأيك في القصة دي؟ بالتأكيد هو آليات التعامل في الأزمة لها إجراءات عالمية ولها إجراءات متعلقة بنا في مصر في الواقع المحلي. أي. بالنسبة لي في مصر استراتيجية، قبل ما نتكلم عن استراتيجيات خلينا أقول إن احنا ربما نكون مستفيدين من تلك الأزمة. خلينا نقول المزايا اللي بتتمتع بها مصر والمزايا اللي بتتمتع بها في تلك الأزمة. عايز أقول إن احنا النهاردة تم الحديث عن رفع أسعار المرور في قناة السويس، حركة المرور العالمي وحركة التجارة العالمية بتتعافى، بالتالي فإن إيرادات قناة السويس بتزيد ومن المنتظر أن تزيد أكثر وأكثر في خلال الفترة القادمة مع حركة التجارة العالمية بتتعافى من تداعيات كورونا. ده واحد. حاجة تانية إن أنا قطاع الغاز عندي قطاع واعد، وتصور إن التوسع في تصدير الغاز في الفترة القادمة هيكون مهم جدا وهيكون له مردود إيجابي على الموازنة العامة. الحاجة الثالثة إن القطاع السياحي والعالم متعطش للحركة السياحية، ومصر جاهزة إن هي تدير عملية تعافي في القطاع السياحي بعد مبادرات قدمتها للقطاع وبعد القيام بتلقيح كافة العاملين بالقطاع. كل هذه القطاعات هي قطاعات مهمة من الممكن أن هي تساعد. يضاف إلى ذلك أن ارتفاع أسعار البترول بيؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي في دول الخليج، الأمر اللي بيكون له انعكاس إيجابي على تحويلات المصريين بالخارج. كل هذه الأمور أمور إيجابية، ولكن الجانب الصعب والجانب المتعلق بالتحديات هو الجهاز الإنتاجي المصري. الجهاز الإنتاجي المصري مطالب أنه ولديه فرصة أنه هو ينمو ويتطور ويلبي احتياجات المواطنين. لازم نثق في أنفسنا، ولازم نقول إن إحنا في ظل الغلق في كورونا كان عندنا قطاع زراعي مهم جدا قدر يساعدنا إن إحنا نلبي احتياجاتنا في الداخل. لدينا مخزون، بالفعل مخزون استراتيجي بيساعدنا، ولكن استراتيجية إحلال الواردات هي العنصر المهم في الاستفادة من ذلك. إحلال الواردات هو بيكون عن طريق أن يحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد. كانت هناك صعوبة في أن المنتج المحلي والصناعة المصرية بتواجه صعوبات متعلقة بأن المنتج الأجنبي بعد إلغاء الجمارك هو منتج أقل سعراً وأكثر جودة. اليوم المنتج المستورد هو أعلى تكلفة و يعني الأكثر أنه غير متواجد. يعني لو حضرتك مثلاً في منتج زي السيارات، حجم الإنتاج العالمي من السيارات مش كافي النهاردة، وهناك تأخر في وصول الشحنات من السيارات. هي فرصة للسيارات اللي بيتم تصنيعها في محليا في كل القطاعات. القطاع الخاص مدعو إلى أنه يوسع من النشاط، يستفيد من مبادرات الأمن البنك المركزي اللي بيقدمها له بنسب فائدة تنافسية، يستفيد من تلك الحالة في أنه يتوسع. الدولة من جانبها بتحاول، وتابعنا النهاردة اجتماع السيد الرئيس مع صندوق تحيا مصر وبيشجعوا على انه يجذب شركات من الشركاء في الخارج لتعميق الصناعات ولتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. كل الصناعات، يعني خلينا نقول من برنامج حضرتك، لكل من يريد الانتاج ولكل من يريد التجاره لديك فرصه مهمه جدا، فان المنافس الاجنبي امامك ليس في قدرته، أنت أقوى الآن من المنافس الأجنبي، وهي فرصة في أن احنا نثبت نفسنا، فرصة أن احنا نتوسع ونعمق القطاع الصناعي وأن نجذب الزبون وأننا نعود الزبون المصري أنه يستخدم المنتجات المصرية في خلال تلك المرحلة. طيب دكتور وليد، يعني هل هذه العناصر اللي حضرتك تحدثت عنها واللي هي بتميز الاقتصاد المصري في هذا الظرف، يعني هل يعني هتؤدي لاعتدال أسعار السلع الأساسية في مصر؟ لأن احنا شايفين برضو موجة ارتفاع أسعار ولسه في كل حاجة، ففي ناس من نفسها بتعلي، وفي ناس بتقول لك أنا غصب عني، وفي ناس زي ما حضرتك قلت في حاجات برضو يعني هتبقى بعلم الدولة ولازم تغلى. لكن ايه طيب، يعني هل العناصر اللي هي بتعتبر مزايا تنافسية للاقتصاد المصري اللي حضرتك تحدثت عنها وغيرها
تعتبر يعني هتؤدي بينا لاعتدال أسعار ولا دي ملهاش دعوة؟ هو بالتأكيد لازم نعرف إن مفيش مواطن في الكرة الأرضية لن يتأثر، الجميع إحنا جميعنا سنتأثر وجميع الدول سوف تتأثر، ولكن هو عملية التأثر هي عملية نسبية، ودور الدول أن تحاول الحد من التأثير الضار عليها وإن هي تحاول تمتص أكبر قدر من الصدمة عن مواطنيها. فهناك أدوار لكاف للجميع، هناك أدوار بالنسبة للدولة إن هي، وحضرتك متابع معايا إن الدولة لديها جهاز إنتاجي ولديها مخزون من السلع الأساسية، لما الأسعار بتزيد عن الحد الطبيعي بتكون المنافذ الدولة بتقدم السلع الأساسية بأسعار معتدلة، ليس بغرض تخسير إن المنتج يخسر، المنتج في القطاع الخاص يخسر أبدا، ولكن إذا الأمر زاد عن حده وحصل هناك جشع من التجار وجشع من المنتجين، الدولة بتبدأ تطرح منتجات في السوق، لأن زمن التسعيرة الجبرية انتهى. يعني فكرة الرقابة على الأسواق بوضع تسعيرة جبرية هو أمر غير لا متعارض تماما مع النظام الاقتصادي الحالي، ولكن الدولة بتضخ. بنتابع معرض أهلا مدارس، أهلا رمضان، المنافذ الدولة بتضخ سلع بحيث أن هي تضبط السوق. ده هذا من جانب. الجانب الآخر بالنسبة لي أنا كمستهلك في هذه الأزمة، يعني إحنا محتاجين نرشد إنفاقنا، محتاجين أيوة نستهلك فعلا، ولكن في دولة مصرية أكثر من ثلث إنفاق الأسرة المصرية بيتم إنفاقه على الطعام، حان الوقت لكي نأكل على قدر طاقتنا. التبذير الكبير، وابتدينا نشوف مظاهر إسراف وولائم وعودة الأفراح وعودة الليالي الملاح، وطبعا الكلام ده أنا بقول إن لازم دورنا إحنا في اقتصاد أسرة إن كل جنيه معانا يكون في موضوعه الصحيح، كل طعام نشتريه ناكله وناكل على قدنا، ما يكونش فيه تهدير. ده شيء مهم جدا بيساعدنا على زيادة التوفير بصورة تعزز من قدرتنا الشرائية. الدولة من جانبها زي ما قلت لحضرتك بتضخ السلع، من جانبها بتحاول تشجع المنتجين ان هم يتوسعوا. التوسع في الانتاج هو ضمانة مهمة جدا في زيادة العرض، وزيادة العرض هي اللي بتؤدي بالتالي الى انخفاض الاسعار، لان لما العرض بيزيد وبيكون متناسب مع عنصر الطلب فبيحصل هناك توازن في السوق. عملية التضخم يعني انا عايز اطمن الناس ان يمكن الناس حاسة ببعض التضخم، علشان هو ابتدى في الطعام بالأساس، لما البنك المركزي أعلن أن التضخم في سبتمبر الماضي كان ارتفع وصل إلى 8%، إلا أن مكون باقة سلة الغذاء في نسبة 8% كانت وصلت ل 15%. فهي القضية النهاردة، لكن أن البنك المركزي لازالت مستهدفات التضخم بالنسبة له في الإطار المنطقي. البنك المركزي بيستهدف معدل تضخم 7% زائد أو ناقص 2، يعني احنا طالما معدل التضخم المصري ما بين 5-9% احنا ما عندناش مشكلة، ما فيش مشكلة كبيرة متعلقة بالاقتصاد، وان الاقتصاد بيسير في إطاره الصحيح وعلى أقدام راسخة. تبدأ إجراءات البنك المركزي بالفعل تظهر مع زيادة التضخم عن 9%، ودي لسه احنا ما وصلنا لهاش، وأتصور أن هناك آليات في البنك المركزي وسياسة نقدية للتعامل مع ذلك، ولكن هي القضية أن الأساس هو أن السياسة الاقتصادية العامة وزيادة طاقة الجهاز الإنتاجي المصري هي الضمانة الأساسية للحد من تداعيات تلك الموجة التضخمية. بشكرك يا دكتور وليد، شرفتنا. شكرا جدا. جزيل الشكر دكتور وليد جبلة، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. قبل ما اختم هقول لكم على سر ما تقولوش لحد، تقريبا 17 أو 18 كنت في أمستردام وفي متحف اسمه متحف الجسد Body Museum، وفي جزء بقى في المتحف لطيف جدا مصورين أسرة والاحتياجات الأكل اللي بتحتاجها قدامها على الترابيزة، أسرة أمريكية، أسرة هولندية، أسرة جنوب إفريقية. جينا عند الأسرة المصرية وأنا طبعا عملت كده لأن الشويلة بقى ظهرت، وفعلا زي ما قال الدكتور وليد إحنا بنهدر وبنشتري حاجات كتير، بس إحنا اتطورنا دلوقتي، بس فاضل بس إن إحنا نجيب على قد ونخلف على قد
وعشان بس اقتصاديات الأسرة حتى لو الدولة منتعشة اللي عنده. أنا شايف قدامي ناس بتشتغل حواليا وناس بتشتغل معايا وناس بشوفها وبتعرض ليها، اللي عنده اتنين ولا واحد مرتاح قوي، واللي عنده أربعة خمسة تعبان قوي. ربنا يعدينا كلنا على خير، كل سنة وحضراتكم طيبين مرة أخرى، ونشوفكم الأسبوع القادم في حلقات جديدة من مساء الخير.